الاهلي يعتلي قمه الدوري، الاهلي ركب الدوري، الاهلي عاد وكان شيئا لم يكن، غاب كثيرا ولكنه عاد لاعتلاء قمه الدوري، وبنفس الرصيد مع نادي الزمالك في ال 61 ال 27 مباراه لعبوها 18 فوز للنادي الاهلي، 2 تعادل، خساره 2، الرصيد ذات للزمالك بنفس الامر، والاهلي له 56 هدف وعليه 22، والزمالك له 48 هدف وعليه 18. الاهلي يتفوق بفارق الاهداف ويتفوق ايضا بالمواجهات المباشره في ظل تساوي الفريقين في عدد النقاط وهو 61 نقطه للفريقين. مبروك للنادي الاهلي العوده الى قمه جدول الدوري العام. الاهلي هو بطل الدوري على مر العصور والايام والسنوات الماضيه، غاب ولكنه رغم الغياب عاد ويعتلي الدوري. إذا ما انتهت مباريات الأهلي جميعا بالفوز ومباريات الزمالك جميعا بالفوز، فإن الأهلي سيكون بطلا للدوري بالمواجهات المباشرة. الأهلي فاز على الزمالك في مباراة الدور الأول وتم التعادل في مباراة الدور الثاني، وبرغم هذا أيضا الأهلي يتفوق في حصيلة الأهداف. مباراة النهاردة مباراة الشوط الأول طبعا، يعني في الاخر انت خدت النتيجه، في الاخر حققت المستهدف من هذه المباراه هو 3 نقاط، وكانت بالثلاثه يا حبيبي الثلاثه، لكن الممثل القدير ابراهيم نور الدين فاجانا بالغاء الهدف الثالث بفاول من بدايه اللعبه، يعني ايه من اول الطريق خالص. طب من اول الطريق خالص واتلعبت لواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وراحت لعلي معلول، وعلي معلول لعب لصلاح محسن، صلاح محسن لعب لعلي معلول، وعلي معلول لعبها للامام الى المتقدم محمود وحيد البديل اللي نزل يعني في الدقيقه 90 وسجل الهدف الثالث. قال لك لا، افتكر ان كان زمان في كوره بين علي معلول سوري سعد سمير ومهاجم وادي دجله، وقال لك لا دي فاول، فالفار لغى الهدف التالي، فار لغى الهدف التالي. لكن في كل الاحوال حصل النادي الاهلي على 3 نقاط في هذه المباراه المهمه وركب الدوري. وعلى راي كل الاهلاويه يقول لك احنا لما بنركب ما بننزلش، يعني نتاخر، لكن لما بنيجي وبنركب ما بننزلش. ده النهارده الصراع الجميل اللي هيبدا بين نادي الاهلي ونادي الزمالك في الاسابيع المقبله والمباريات المقبله. اول مباراه مقبله بين الفريقين يوم السبت المقبل، الزمالك مع غزل المحله في 7، والاهلي مع سيراميكا كليوباترا في 9. هيبداوا مباراه بقى الوان اند وان الاثنين في نفس اليوم، مباراتين كده، الزمالك يلعب الساعه 7 والاهلي يلعب الساعه 9، ثم ناتي للعب في ذات التوقيت. الزمالك حط نفسه في حرك كبير جدا، الاهلي بيلعب بسبب افريقيا بيلعب كل 72 ساعه طول الفتره الماضيه، الزمالك كان قدامه فرصه يفنش الدوري بدري وما يحطش نفسه تحت ضغط الوقت، انه يبدا يلعب من يوم السبت لحد يوم 27 7 مباريات، يلعب مباراه الاسبوع الثامن و 28 29 30 لحد ال 34، 7 مباريات لنادي الزمالك هيلعبهم في 21 يوم، لم يعتاد نادي الزمالك اللعب تحت ضغط، وده اللي الاهلي بيتفوق فيه. قال لك انا بقالي شهور بلعب كل 72 ساعه مباراه، فبالتالي لعبت عندها حساسيه المباريات وجربت اللعب تحت ضغط، والمدير الفني جرب الروتيشن، من يلعب من يريح من يعمل من يسوي، بدليل ان النهارده مريح خماسي الدوره الاولمبيه والمنتخب الاولمبي محمد الشناوي، اكرم توفيق، اسمه ايه التاني ده الواد الحلو ده قول لي عليه، اكرم توفيق والواد لا اسمك مش احمد بكهم يا عم، طاهر محمد طه، وصلاح محسن النهارده موجود خدت بالك، ومحمد الشناوي مريح، فمريح خمسه وبتكسب وما عندكش مشكله انك لعبت قبل كده 4 مباريات بدون السته الدوليين وبتكسب ايضا، لكن الزمالك اللي هيتحط تحت ضغط. عشان كده اللي بيفهموا كوره من جماهير نادي الزمالك العظيمه بتقول لك لو ضاع الدوري يبقى الاداره هي المسؤوله. ليه الاداره قالت لك ما احناش هنلعب الا بالاهلي يلعب كل مؤجلاته؟ ليه قال له خليك هنا خليك وبلاش تفارق والعب يا حبيبي كل مؤجلاتي واجي لك وساعتها نبقى وان اند وان، انت تلعب في نفس اليوم انا هلعب في نفس اليوم وتكافؤ الفرص متكامل بين الجميع. نتمنى فقط ان يكون التحكيم
رفيع المستوى ويمتاز بالعدالة والدقة والمعايير الواضحة والمعايير الواحدة تطبق على الفريقين وليفوز من يفوز ببطولة الدوري. وأتمنى أن لا يحسم الدوري إلا في المحطة الأخيرة، في المحطة الأخيرة الأسبوع 34. خلينا نستمتع بجودة المباريات والمنافسات وسخونتها. دوري السعودي هيبدأ يوم 11، دوري الإنجليزي خلاص هيلعب كانت مباراة كأس الاتحاد والدوري الإنجليزي، وإحنا لسه بنلعب في دوري الموسم الماضي. والسبب اتحاد كرة مهترئ يتمسك بالمناصب والكراسي، خدوا المناصب والكراسي وبوظوا الدوري وخلينا نلعب دوري لحد شهر 9 واللعيبة الدوري يخلص يخشوا على المنتخب أنجولا والجابون في مباراتي تصفيات كأس العالم. لكن خلينا هنا في النادي الأهلي، النادي الأهلي النهاردة رغم النقص العددي الشديد في صفوف الفرقة لكن لعب من أجل الثلاث نقاط ومن أجل الفوز. قدم الشوط الأول شوط أول سيء بالنسبة للنادي الأهلي، وضح فيه إن محمد شريف متأثر جدا بالإرهاق وبالأجازة، هو مرهق بس مش الكورة، واخد 3 أيام أجازة وده كان حال عدد من اللاعبين مرهقين من الأجازة، مرهقين من أكل السمك في العالمين وفي الغردقة ومن الفسح العائلية، وبالتالي يعني إيه كان الأداء متأثر بشدة بين لاعبي النادي الأهلي كلهم النهاردة ما كانش الأداء طيب، كان في لمسة كده مخلية أيضا أداء النادي الأهلي مش حلو في الشوط الأولاني، وهي لمسة إن الاتنين اللي في وسط الملعب الاثنين بيعيب عليهم ان هما اثنين يعني بيفود مش كويرة اللي هو حمدي فتحي وديان، الاثنين بيقطعوا لكن يعمل الباص الحلو والكرة تخرج من رجله والزغرت حلوة فين وفين عما ده يحصل زي ما ديانج كده لما عملها يوم اسوار لما خدها مشوار وسلمها المعلول وعمل الاوفر وجاب الجول، فمشوار طويل جدا ما كانش ده موجود النهارده في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كان سيء للغايه وما كانش فيه انسجام خالص بين الرباعي، قفشه منسجم مع اي حد، قفشه ده منسجم مع محمد شريف، منسجم مع الشحات، منسجم مع كهربا، لكن ما تلاقيش الشحات منسجم مع شريف ولا شريف منسجم مع كهربا ولا كهربا منسجم معهم الاثنين، وبالتالي شفنا المشهد الوحش، المشهد الوحش. المشهد الوحش اللي احنا شفناه ونتمنى الا يتكرر مرة اخرى من محمد شريف وهو بيشوح لحسين الشحات، وحسين الشحات وهو بيشوح لمحمد شريف، ومحمد شريف هو عمال يبرطه. ما ينفعش يا ابني، انت بتلعب في النادي الاهلي كورة لازم يبقى في انسجام، واحد زعق لك ما تبقاش الراس بالراس، مش الحيل قد الحيل، الاثنين نجوم كبار تمثلوا النادي الاهلي، ما ينفعش المشادة دي تبقى قدام كل الجمهور وامام شاشات التلفزيون، ويجب على كابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامه، وهيحصل ده ومعاقبه الاثنين. ومن الواضح جدا ان محمد شريف النهارده مش في تركيزه، مش في تركيزه ومش في اداء ومش في انسجام رغم انه سجل جول، لكن محمد شريف هداف الدوري ب 17 هدف والمتالق والناجح مع النادي الاهلي، احنا اللي نقول له انك انت يا شريف النهارده مش في يومك رغم انك سجلت وفي حاجه عندك غلط، انت منسجم جدا مع قفش، لكن الاهلي بيخسر لانك انت والشحات مش منسجمين وانت وكهربا مش منسجمين. ولما يتعمل لك ملخص المباراه كده هتلاقي في حاجات ضايعه في النص واهداف ضايعه وكرات كان يمكن ان تكون افضل من كده، يبقى الفينشنج بتاعها افضل من كده، لكن احنا نقعد نشوح لبعض وكلام بالشكل ده ده ما ينفعش خالص، والسبب هو عدم التمرير والأنانية في بعض اللحظات من المباراة. لكن نرجع للمباراة، مباراة النهاردة لعبها النادي الأهلي بعدد من التغييرات في تشكيلته كابتن علي باشا لطفي، وعاوز أقول حاجة للأمانة، للأمانة علي باشا لطفي في هذه المباريات لم نراه بالمستوى الذي كان عليه أمام نادي الزمالك، مش هو ده مش اللي يطمنك يعني، بعد عدد من المباريات اقدر اقول لك وانا قلبي مطمئن ان هو يعني ما يطمناكش، ما يطمناكش، اقولها ثالث ما يطمناكش، الاداء بتاع علي لطفي في المرحله الماضيه ما يطمناكش، حتى النهارده ما تحسش بيه رغم ان دجله النهارده فرقه ممتازه وفرقه لعب كره حلوه قوي 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 ولاعيبه كويره، يا بس عايزين عنصر الخبره وبعض وكم عنصر كده، الفرقه دي تنافس على دوري مش تنافس على الهبوط من جدول الدوري. ما اعرفش ماجد سامي قافل ليه على الفلوس ومش عاوز يفك كيسه ويدعم ظروف هذا الفريق. ف
ولعب النهارده ربيعه وياسر ابراهيم لان في اشتباه كورونا عند بدر بنون، فعمل مسحه النهارده وباذن الله يطلع بالف سلامه وهتظهر بسرعه وفق ما اكد الدكتور احمد ابو عبله، ولعب جنب ياسر ابراهيم رامي ربيعه وريح بدر بنون وايمن اشرف المباراه الثانيه على التوالي، وده لان هم لازم يريحوا شويتين عشان لما يرجع بكامل قوته بكامل مهارته، مش لازم انا ابقى مركز على اتنين اخلص عليهم وافرمهم. ولعب علي معلول ومحمد هاني، والحمد لله الناشئ محمد هاني بدا يستعيد شيء من خطورته بعد العوده من الاصابه. حمدي فتحي وإليو ديانج الاثنين كانوا يعني ربما الهدف منهم ان هم السيطره على وسط الملعب امام الكره الحلوه والتمريرات الجميله اللي بيتنقلها لاعبه وادي دجله. قفشه وكهربا والشحات ومحمد شريف هذا الرباعي بيلعب مع بعض عدد من المباريات الماضيه، لكن النهارده ما كانش فيه انسجام في الشوط الاول خالص، ما كانش فيه انسجام خالص بينهم في الشوط الاول، كان في انانيه وفي فرديه وفي ما تحسش بالهرمون اللي كان موجود ولا الروح اللي كانت موجود، وده الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان هذه المباراه انتهت بالفوز، والا ما كنت اعتقد ان كان يبقى في النهارده يعني سيد عبد الحفيظ يعني يتخذ قرارات عنيفه ضد ضد البعض منهم بسبب الانانيه في هذه المباراه. النهارده المباراه طبعا وادي دجله فرقه كبيره، فرقه كويسه، عم منصف ومحمود مرعي وخالد وليد، محمود مرعي اتصاب مبكرا وخرج، وبيسو ويعقوب ومحمد عبد العاطي واحمد سعيد، محمد رضا، حسام عرفات، محمد هلال، صلاح امين اللي ما شفتش صلاح امين النهارده خالص، هو لعيب يمتاز بالمهاره الفنيه العاليه، لو راحت له كوره يعني تشكل خطوره على مرمى المنافس. بدات المباراه بان النجم الشهير نجم الشو الكبير ابراهيم فخر الدين، ابراهيم نور الدين النهارده احتسب ضرب الجزاء في الدقيقه الثانيه لفريق وادي دجله، ثم ملابس ان عدل الى الفار كابتن محمود بسوني وكانت الكره من تسلل واضح، ثم في الدقيقه 16 شريف ايضا عمل واحده حلوه وسدد ولكنه كان تسلل، دقيقه 26 قفشه عمل خلفيه مزدوجه لان النهارده الشوط الاولاني بقول لك وحش اداء الاهلي فيه كان وحش جدا، يا عم ما تربطش سوء الاداء بتعليق كابتن احمد شوبير، ما تتفرج على مؤمن حسن، ما تقوليش بقى شوبير كان وشه وحش كمعلق، المعلق ما بينزلش يلعب، انت خرج ده من دماغك، تخيل ان شوبير وشه حلو على الاهلي وفاز الاهلي ب2-1 واعتلى القمه وركب الدوري، يا ما تقعدش انت مركز مع المعلق فتحمله مسؤوليه النتيجه، المعلق ما بيلعبش. لو انت بقى بيجي لك يعني حساسيه من كابتن شوبير ده موضوع تاني، تقدر تغير الريموت وتجيب مؤمن مثلا او تجيب اي حد تاني. فالاول ظهور هجومي للنادي الاهلي كان في الدقيقه 26 من خلفيه مزدوجه لقفشه من منطقه 6 يارده، وعبد المنصف الاسد العجوز المتالق المبدع امسكها. بعد كده دجله ما زال بيلعب بطريقه تركيز جونياس ان هو بيلعب على الاطراف وبيلعب كوره ومن رجل بالرجل وبيوصل للمرمى وبيمرنه احد ابناء نادي وادي دجله عبد الباقي جمال، ولكن مفيش عنده عناصر الخبره اللي تحافظ على توازن الفريق في بعض فترات المباراه وتؤدي الى نتائج افضل، عشان كده هو يصارع من اجل البقاء في بطوله الدوري العام. في الدقيقه 35 ظهرت كده قفشه لشريف والاثنين ويسدد في السماء، وكان كهربا فاض، دي كره من الكرات اللي تقف عندها وتقول ان لو شريف عملها لكهربا الخالي من الرقابه كان سجل، لكن شريف النهارده كان عنده بعض الانانيه رغم ان هو بيحتل قمه هداف الدوري الممتاز دلوقتي برصيد 17 هدف، وثاني هداف الدوري هو احمد ياسر ريان المعار من النادي الاهلي الى سيراميكا كليوباترا، فبالتالي برضه كهربا اتكلم، كان في برطمه، كان في لوك كتير جدا بين لاعبي النادي الاهلي. الشحات عمل واحده كويسه جدا لشريف، وكهربا قعد يلوم برضه انا فاضي، يعني كان في كوره اكتر بالشكل ده. حصل بقى ضغط النادي الاهلي مع اواخر الشوط الاول ولكنه لم يسفر عن شيء، لكن انا اقول لك ان الشوط الاولاني اربع تسديدات داخل المرمى على بين الثلاث خشبات من الاهلي ومن وادي دجله، وما كانش فيهم واحده تقدر تقول انها يعني تشكل خطوره. يا عم جبت بنادول عشان الكابتن شوبير، فيها ايه لما تجيب بنادول يا عم؟ لا اله الا الله، ما ترزق الصيدليه يا عم.
ما انت بتحب الكابتن شوبير اهو بتتفرج عليه، فيها ايه بقى انك تاخد البنادول؟ ما تعلقش على الموضوع ده. النهارده في الشوط الثاني بقى ان الاهلي نزل مكشر على انيابه، وموسيماني اداهم الدوش الساخن بين شوطي المباراه، نزل من هات وخد وسجل تمريره حلوه جدا من الشحات لشريف المنطلق. خلي بالك الشحات استعاد خطورته، استعاد مهارته الفنيه العاليه، وعمل اللونج باص الطولي من ورا المدافعين، خدها محمد شريف وسدد وانقذ عبد المنصف، وارتدت الى من صدر محمد عبد المنصف الى كهربا الذي اودعها الشباك، الذي اودعها الشباك مسجلا هدف التقدم للنادي. بدا النادي الاهلي يضغط بشكل رهيب جدا مع بدايه الشوط الثاني. عبد المنصف زاد عن مروان بيسالة، خرج للعرضيات، حسين الشحات كان فايق، كهربا كان فايق، محمد شريف خد له دش تلج كده على وشه، نزل الشوط الثاني فايق وعاوز يسجل. دقيقة 60 محمد شريف من تمريره قفشه بيسجل جون، ولا اجمل مسجلا الهدف الثاني. نيجي النهارده بعد الهدفين في الدقيقه 60 تحس النادي الاهلي قال لك خلاص انا خدت الدوري. يا ابني انت ركبت الدوري بس ما خدتش الدوري، يعني لازم تلعب لحد بلس 90 يبقى بلس 5 بلس 10. النهارده بنشوف ماتش بيراميدز لحد 104. فحصل بقى حاله من الخمول بعد الهدفين، وجه احمد شريف اللعيب المهاري الشاب الناشئ الواعد من وادي دجله، عملوا هجمه مرتده زي الكتاب ما بيقول، سجل على يسار علي لطفي. ما اقدرش اقول في مباراه اليوم ان علي لطفي احدث الفارق او تصدى الهجمات، كسبان 2 من وادي دجله، فريق يعاني من سكرات الهبوط. خلي بالك لم يعاني النادي الاهلي الا امام الفرق التي تعاني من سكرات الهبوط، البنك الاهلي، اسوان، الانتاج الحربي، وادي دجله. انت داخل بقى للكبير، رايح للجد، رايح للجد، رايح لسيراميكا كليوباترا ما عندهمش حاجه يخسروه، وابو العينين هيحط لهم مكافاه كبيره عشان يكسبوك طبعا، لان النتائج وحشه بالنسبه لسيراميكا كليوباترا في المرحله الاخيره، وشالوا كابتن ضياء السيد في خطوه مفاجاه جدا وغير متوقعه، واعادوا هيثم شعبان اللي كان معاهم في المظاليم ومعاهم في بدايه الموسم، وقال لك بقى نعمل نتائج كويسه مع هيثم شعبان، فيروحوا طمعانين في النادي الاهلي. وعندهم فرقه كويسين جدا، شادي حسين، وعندهم احمد ياسر ريان، وعندهم فرقه ممتازه ممتازه ممتازه، فلازم تبقى انت في كامل تركيزك عشان تعدي المحطات اللي جايه.